انا معلش يا كابتن عشان معانا سياده سفير مدحت المليجه. سياده سفير ازاي حضرتك يا فندم، والف الف الف مبروك. الف مبروك علينا كلنا، ومبروك لمصر والشعب المصري كله الفوز الجميل ده. الف الف مبروك يا فندم، وسعداء جدا 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 وفرحه كبيره جدا. ولكن دائما وكالعاده انا دائما بحب اتصل بحضرتك واقول لك مبروك، لاني بتفائل باللي بعده ان شاء الله. يعني ربنا يخليك يا حبيبي، ربنا يخليك. الحقيقه الواحد فرحان بالناس اللي جت، وفرحان الحمد لله قدر يرجعهم. احنا راجعين دلوقتي في طريق المطار، والحمد لله الناس راجعه مبسوطه وراضيه، وان شاء الله نشوف غيرهم كمان يوم الاحد الجاي ونفرح كلنا بالكاس ان شاء الله. سيد سفير، اعتقد ان النهارده كان يوم حلو جدا، ويوم كان كله سعاده على الرغم من الضغوطات الكبيره جدا اللي كانت موجوده الثلاث ايام اللي فاتوا. الحقيقه الضغوطات باديه بقى لنا كذا يوم، بس ما كناش عايزين نتكلم عليها. ايوه برضو يعني الواحد كان في معاناه شويه علشان نقدر نخلص الاجراءات اللي مطلوبه بالنسبه للجماهير اللي جت، لكن الحمد لله قدرنا ان احنا نخلصها. وطبعا قبل المباراه كان في برضه وقت الحاجات الصغيره كده مش طايقين نتكلم فيها. لا قول لنا حاجات زي ايه يا فندم، بالعكس ده هو وقتها. لا 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 لا، انا مستني بعد الكاس ان شاء الله نتكلم في كل حاجه. ما هياش حاجات، ما هياش حاجات صعبه، لكن بعض المناقشات كده علشان احنا عايشين فيها بقالنا كذا يوم، من اول اصابه كابتن محمد صلاح بالكورونا، والطياره الدرون اللي قاعده بتصور. يعني في حاجات كتيره كده، تخافات صغيره، تشتيت الجمهور وتشتيت اللاعبين عن الهدف الاساسي، لكن الحمد لله التركيز كان عالي واللاعبين كانوا على قد المسؤوليه. انا عايز اقول لك ان احنا ماشيين في الشوارع دلوقتي، الناس بتهيص لنا وبتقول لنا مبروك. الكاميرونيين نفسهم سعداء بالنصر اللي احنا حققناه، وسعداء بان احنا يعني نستاهل الفوز، وفوزنا فعلا. الحمد لله على النصر اللي هو اداه لنا، وان شاء الله ناخد الكاس باذن الله. يا رب يا فندم، الاستعدادات للقادم يا فندم. سامعين الفرحه طبعا، وهو ده اللي احنا عايزين نسمعه يا فندم، عايزين نسمع الكلام ده كده، وعايزين نسمع الفرحه الحلوه دي. نسمعكوا تاني. يا فندم يا ريت يا ريت. يا سيادة السفير الف مبروك يا سيادة السفير، والله يعني انا سعيد، ونفسي انا يعني انا بفكر اجي يوم الاحد ان شاء الله والله. يا ريت تشرفنا. لا يا فندم ان شاء الله كل اللي يجوا يبقوا في ظهر منتخبنا، بس الاستعداد للي جاي انا عارف ان هو هيكون اصعب كتير. الموقف اللي احنا ماشيين فيه 18 اوتوبيس كبير قافلين البلد، وقدامنا موتوسيكلات وعربيات ودنيا لغايه ما يوصلونا المطار، حاجه تخلي اي واحد فينا فخور ان هو مصري، وان دي المعامله اللي بتتعملها واحنا في الخارج. الاعباء هتزيد بقى في شغلنا وبالنتائج اللي بنحققها. خلي بال حضرتك الاعباء هتزيد المباراه اللي جايه. انا والله ابتديت من دلوقتي، انا لسه مخلص تليفون من شويه عشان اعرف عدد الاوتوبيسات اللي هنحتاجه كام؟ عدد الطيارات اللي جايه كام؟ لان تقريبا الماتش بعد بكره. بالظبط. يعني لو النهارده خلاص احنا بقينا الجمعه. بعد بكره لحد الماتش. فمفيش وقت، لابد نبدا في العمل من دلوقتي علشان نقدر نرضي كل الناس دي ان شاء الله. يا سيادة سفير ربنا يديك الصحه، انا بشكرك جدا جدا جدا، ودايما بتفائل بمكالمه حضرتك، وان شاء الله ان شاء الله اكلمك يوم الاحد ابارك لك على الهواء مباشره. انا بشكرك جدا سياده السفير مدحت المليجي، يعني والف الف مبروك يا فندم. مصر كلها دايما مبروك علينا حبيبي. الف مبروك يا فندم، الف الف مبروك، مجهود خرافي بيعمله سياده سفير.